في جميع أنشطتها العلمية. وبحمد الله وصلنا إلى الذكاء الاصطناعي، هو من أبرز. في رحاب جامعة الشهيد شيخ العربي تبسي. تقديم الآراء والبحث. أرحب بكم جميعا في هذا الملتقى العلمي. جودة الخدمة الصحية تتأتى عن طريق بعض الوسائل، ومن بين الوسائل التي تساهم في تحقيق الجودة في الخدمة الصحية في المؤسسة الصحية بمختلف أنواعها هي عملية الرقمنة. بعد عملية الرقمنة تأتي المرحلة الأخيرة، بعدما نستوفي عملية الرقمنة في المؤسسة الصحية تأتي العملية الأخيرة لإعطاء وإضفاء طابع يمثل تطور المؤسسة الصحية، وهو إرساء تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الصحية، والتي هي بدورها كذلك سوف تساهم في تسهيل الولوج للخدمة الصحية عن طريق هذه التطبيقات. تطبيقات الذكاء الاصطناعي خصص لها هذا الرواق لعرض كل هذه الأعمال اللي تهتم بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، وهي 10 مشاريع مبتكرة اللي فيهم العديد من المشاريع اللي حائزة على العديد من الجوائز الوطنية. كذلك ابتداء الساعة الثانية بعد الزوال سيتم الانطلاق في جلسات الشفوية، وين راح يتم عرض أعمال جد هامة تعتني بالكشف عن العديد من الأمراض بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال، وهي أعمال في الحقيقة جادة قام بها العديد من طلبة المؤسسة الجامعية المشاركة والعديد من الزملاء والزميلات الأساتذة الباحثين من مختلف مؤسسات الوطن.